اهلا بيكم. النهارده اليوم الثالث من رمضان، عملت فطار وسحور. الوجبتين دول قفلوا معايا جامد جدا، حسسوني بالشبع كتير جدا وحلوين جدا. تعالوا بقى نشوف عملت ايه. كالعاده طبعا ببتدي بعد المغرب على طول، باخد 3 تمرات وعليهم كوبايه ميه كبيره، واقعد من نص ساعة لساعة. النهاردة قعدت حوالي 8 ساعة ونص على بال ما فطرت، لان انا ما كنتش عاملة الفطار. وبعد ما اخدت التمر وفطرت اللي في البيت، قمت عملت انا الفطار بتاعي. وتعالوا اول حاجة هحضرها اللي هي بهارات المسلة. يعني انا هعمل النهاردة خضار بالمسلة، عبارة عن شوية ملح على شوية كمون على هيل على قرفة، فلفل اسود، كركم، واختياري شطة حامية للي بحب الشطة. بهارات المسلة كده خلصتها. كنت نقع هنا شوية كاجو في مية سخنة، هحطهم في الخلاط مع الطماطم دي، طماطم مية مبشورة مع جزراية واحدة، هبشرهم كويس جدا مع بعض. هنا هحط معلقة واحدة بس زيت جوز الهند، وهنا هحط على الزيت معلقة جنزبيل مفروم، نص بصلاية كبيرة، وثلاثة فصوص ثوم. هشوحه تشويحة بسيطة جدا على النار، وبعد كده اقوم نازل عليه بالبهارات المسلة اللي انا عملتها، واديها تاني تقليبة بسيطة بس. وهنزل عليه بالطماطماية والجزراية والكاجو اللي ضربهم كويس قوي ناعمين جدا في الخلاط. هنا مقطعة شوية قرنبيط على جزراية واحطها في الخليط ده. في حاجة مهمة جدا، الخضار عندنا مش لازم يستوي لحد لما يتهري، كده بيضيع فايدته وبيضيع طعمه الحلو. كل ما بيستوي اكتر كل ما بطعمه يبقى وحش. لازم الخضار معانا يكون بيقرش في قرشة كده جميلة، بيكون طعم طعامه بيكون حلو جدا. بعمل لي اكل. هحط عليه شوية حمص على حسب ما احنا عايزين، كنت نقعه وبعد كده سلقته فهحطه على الخليط ده، بيدي طعم برضو رهيب.
وهحط عليه شوية من حليب جوز الهند، برضو بيفرق معانا في الطعم جدا حليب جوز الهند. بنرج العلبة ونحط شوية، حوالي ربع كوباية بس. هنا اللي باقي من اكل امبارح اللي هو كان تاني يوم رمضان، شوية البسلة مع البطاطس مع الذرة، احطهم برضو على الخليط ده وهقلبه تقلبتين لحد بس لما يتسبك، حوالي 3 دقايق بالكتير، وهطفي عليه النار ويكون كده جاهز. احلى حاجة في الاكل النباتي انه ما بياخدش وقت، سريع وفي نفس الوقت طعمه حلو. بعمل لي أكل. هنا هعمل كنوة، الكوباية الصغيرة دي بالظبط هتكفي لنفرين اتنين مع الأكلة اللي فاتت اللي أنا عملتها. هحطها هغسلها وبعد كده هنقعها في مية، بعد كده هصفي مية النقع بتاعتها هرميها وأحط عليها كوبايتين مية نظيفة، مش لازم تكون سخنة، أخليها تغلي وبعد كده أغطيها وأعملها بعد كده معاملة الرز كأني أنا بسوي رز عادي طبعا، ولا محتاجة ملح ولا محتاجة زيت، هي كده كفاية جدا.
ودي كانت وجبة الفطار، الكنوة مع الخضار المسلة. لازم تجربوها، طعمها يجنن، طعمها رهيب قوي. بعد الفطار برضو بثلاث ساعات نزلت اتمشيت حوالي نص ساعة بس، ورجعت قعدت ساعة اكلت موزة، وبعد ساعة قمت عاملة السحور. وتعالوا نشوف عملت السحور ايه. ونيجي عند السحور، جبت الكسرولة دي حطيت عليها معلقة أكل شيا سيد، ومعلقة أكل شوفان، ومعلقة أكل بذور الكتان المطحونة، ونص معلقة أكل لوز مطحون، وشوية صغيرين زبيب، رشة فانيليا سايلة، وبعد كده حليب اللوز مع حليب جوز الهند المكس ده، وهحليه بشراب القيقب او الميبل سيرب، وبعد كده ارفعه على النار. كل ما بيغلي كل ما هيتخن قوامه، هيتخن، هيعمل زي العصيدة او شبه الرز بلبن الطري شوية. وجبة خفيفة مليانة بالالياف وكمان طعمها حلو. بس ودي كانت حلقتي لليوم الثالث من رمضان. اهلا بيكم، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا شير سبسكرايب.